مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. مع بداية كل عام دراسي جديد يعود النقاش والجدل بشأن مشاكل التعليم في موريتانيا ومخرجاته، وعن المواءمة ما بين التكوين وحاجات السوق. الجامعات تقذف سنويا ما يقدر بآلاف الخريجين، سواء كانت جامعات في الداخل أو جامعات الخارج. يمتص القطاعين العام والخاص نسبة ضئيلة من هذه الأعداد، فيما تستفحل يوما بعد يوم نسب وأرقام البطالة. دائما ما يطرح مشكل عدم مواءمة التخصصات مع سوق العمل. ما مدى دقة هذا الطرح، وكيف للتعليم العالي وكيف نصلح التعليم العالي بما يضمن أن يندمج أو يدمج خريجوه في سوق العمل الوطني؟ معنا إذن للحديث عن هذا الموضوع الدكتور عبد الله يلواه، وهو أستاذ جامعي وباحث مهتم بمجال السياسات التعليمية. دكتور، أهلا وسهلا بك. في البداية، هنالك نسبة غير رسمية أو إحصائية غير رسمية تقول أن 12% فقط من خريجي الجامعات في موريتانيا يجدون فرص عمل، ما رأيكم؟ النسب الإحصائية ليست دقيقة لسبب بسيط، هي أن نظامنا الإحصائي ليس دقيق. معناها أن ما هناك إحصائيات لمعرفة مآلات الخريجين بعد التخرج. الجامعة مثلا ما عندها مصلحة تعرف أن التلاميذ أو الطلبة المتخرجين للسنة الماضية إيش لا يعودوا في المستقبل، ما تتابعهم. إذن على كل حال، على العموم في وزارة التشغيل وغيره المفروض أنها ما تعدل. وأنا وزارة التشغيل اشتغلت فيها 10 سنوات، وزارة التعليم اشتغلت فيها 10 سنوات أخرى، ما يعدلوا. إذن عندنا مشكلة في الإحصاء ما يتعلق بهذه القضية، وبشكل عام في الإحصاء الحقيقة هذه مشكلة جوهرية. مشكلة مواءمة مخرجات التعليم والتشغيل، لأن هذه المشكلة جوهرية. لأن نحن عندنا من جهة نظام اقتصادي يتطور وينمو ويترتب على نموه خلق مواطن شغل جديدة في جميع القطاعات، في الصيد، في الزراعة، في السياحة إلى آخره. وهنالك نظام آخر، هو نظام التهذيب والتكوين والتعليم. هذا النظام يهيئ الشباب لاكتساب المهارات الضرورية للولوج إلى هذه القطاعات، ولي مثلا ملء هذه مواطن الشغل. هذا يترتب عليه مباشرة على المستوى الحكومي أن يكون هناك تخطيط لبرمجة مثلا الحاجات ولتلبية الحاجات عن طريق نظام التكوين والتعليم، وهذا ما هو موجود لحد الآن. اسمح لي دكتور أن أركز في هذه المرحلة من النقاش على التشخيص قبل أن نصل إلى المقترحات بشأن العلاج. في التشخيص الآن، هل المشكل يتعلق بالسياسات الاقتصادية، بالتالي عدم وجود فرص عمل أو ضآلة فرص العمل وقلتها، أم المشكل في السياسات التربوية المتعلقة بمخرجات التعليم؟ المشكل فيهم في نفس الوقت، في آن واحد. المشكلة أولا في النظام، أولا في السياسة الاقتصادية، أن تكون السياسة الاقتصادية لصالح تشغيل. لأن السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون ما هو صالح التشغيل، يمكن أن يكون هناك نمو، لا يمكن أن تكون هناك نمو 20% بدون إعلان عودي عد المواطن شغل. مثلا القطاع الاستخراج المعدني اللي ذكرتيه هو اللي يفسر نسبة النمو في موريتانيا، ما يعد رئيس من مواطن الشغل، طبيعته مواطن شغل متخصصة جدا، وقليل من موريتانيا القادر على الولوج له مثلا. لكن إذا كانت هناك سياسة في مجال مثلا الاستثمار في الزراعة، الاستثمار في الحيوان، في التنمية الحيوانية، هذا قد يعدل. الاستثمار في السياحة، الاستثمار في كذا، هذا قد يخلق. معناها أن الحكومة من مسؤوليتها أن تكون لها رؤية على الكم والكيف، ورؤية استشرافية أن تعود مثلا هذه التنمية وهذا الحراك الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، أن ترتب عليها استراتيجية واضحة في مجال التشغيل، معناها في مجال خلق مواطن الشغل، وهذا هو هدف كل اقتصاد من أهداف الرئيسية. السياسة الاقتصادية لا تخطط على المواءمة بين، ليس هناك تخطيط فيما يتعلق بالتشغيل على المستوى السياسة الاقتصادية الكلية. هذه واحدة. المسألة الثانية، لأننا نحن نظامنا الاقتصادي، والله بعض اقتصادنا ما هو متنوع ذاك من التنوع، يقال هذا لا من السياسات على كل حال أساسا. هذا من جهة خرصة. نظام التعليم زاد هو ماشي وحده،
معناها علينا عندنا ندخلوا ندخلوا تلاميذ سنه اولى ابتدائيه ونخلوهم يمشوا في النظام العام ويقيسوا الثانويه ويقيسوا الجامعه ويتخصصوا في ذا الموجود هون بدون ذا الموجود بنيه التخصصات الادبيه والاقتصاديه وفي مجال القانون وفي مجال الهندسه بدون ان هذه البنيه تعود تلبي حاجات الاقتصاد. وهذا هو شأن السياسه. بكلين تعود انت ما عندك هدف سياسي انك تعدل الموائمه، يعود لا في الخطاب فقط في الخطاب السياسي ولكن ليس في السياسات ليس في التخطيط قاع والاستراتيجيه الاقتصاديه وملائمتها مع الاستراتيجيه التربويه والتكوينيه فلن يكون هناك فلن نصل الى هذا الهدف. طيب الحكومه او الحكومات الماضيه تحدث كثيرا او انشات بعض المعاهد المهنيه والمؤسسات التقنيه كمحاوله منها ربما للتغلب عن هذا على هذا الاشكال. برايك هل يتعلق السبب في اقبال الموريتانيين على تعليم على التخصصات الادبيه كما يقال، وربما السبب في ذلك تدني نسب النجاح في البكالوريا مما يضطر العديد من التلاميذ الى ان يترشحوا من تخصصات اخرى، وبالتالي ربما يكون من الصعب على الحكومه ان تخطط على مثل هذه الامور؟ لا، ليس من الصعب التخطيط. لا، اولا التخطيط ما يتطلب اي تمويلات. التخطيط هو قرار، هو اراده فقط. ان تخطط هذا اراده لا يكلف اي شيء للحكومه. لا يوجد تخطيط، ولكن المشكله لا لا لا, لا يوجد تخطيط. لا يوجد تخطيط. التخطيط بالمفهوم القتالي، انا اتكلم من موقع التجربه ليس من موقع الشارع. انا كنت في قلب العمليه في ما تربويه في السياسه التربويه والسياسه التشغيل. اتكلم عن من موقع الحدث، من موقع القرار السابق الذي كنت مثلا جزء منه. إذن هذا لا يوجد. وأنا موجود هناك مثلا لسنوات عدلت صرخة موجهة للسلطات بأن تكون هناك سياسة اقتصادية. وأنا شخصيا ساهمت في مشروع في اقتناء مشروع من 2 مليون يورو لرسم السياسة والاستراتيجية في مجال التشغيل ومجال التكوين، ولكن هذا لم ينفذ بما فيه الكفاية وبالوجهة المطلوبة. طيب ما تعليقك أو تفسيرك لحجم أو تنامي مؤسسات التعليم العالي في السنوات الماضية؟ أليس هذا جانبا إيجابيا وكان له تأثير إيجابي على مستوى التعليم؟ لا، وبالتأكيد سيكون له تأثير على مخرجات التعليم. لا أرى تنامي، وأتكلم عن شيء نعرفه، لمؤسسات التعليم العالي. هذا تنامي سطحي، معناته ليس حقيقي. لأن نحن جامعة نواب شوط جامعة واحدة. جامعة العيون هي مجرد فرع في مجال العلوم الشرعية. ما ينقال لها جامعة العيون. المعاهد المهنية. المعاهد المهنية. المعاهد المهنية ذاك اللي عدل منهم محمود المولاني، وعدل معهد في مجال المعادن، وكان يلا يقيس ولاية الشيري، وهو الآن في حالة نوم سريري. وهنالك معاهد أخرى منها معهد لاك، معهد زراعي في روسو. نعم، معهد زراعي في روسو هذا قديم ولا يتطور. معناته كان، انا اعتقد ان هذه المشكله الى نظرنا الى الجزئيات فسنتي، هو هذا النوع من الاشكاليات. اشبه حد ينظر في الجوهر. طيب. لكن انت الى عدت قاع معهد اله ومعهد اله، هذا ما هو حل المشكله. هي شنو حجم المشكله؟ هو حجم المشكله انك عندك اللي قال له فئه ما بين 15 و35 وهي تحسب بمئات الالاف عاطله عن العمل بشكل مثلا يلحق 80% من ذيك النسبه. شو تعدل داخله في العمل غير مصنف؟ هذا هو البراس، وهذا السيء، وهذا الاعمال اليدويه والاقتصاد غير مصنف. وهذا الاقتصاد ما يزيش الموريتاني. والشباب كيف ما يزيش الموريتاني؟ هو اقتصاد حيوي ومزدهر، ما يزيش بالمفهوم على انه يطور اقتصادنا لنعودوا في المستوى المطلوب. هذا انا ما قلت، هو كل نشاط مهم، يا غير ما يزيش غير المصنف مثلا رجال الاعداد وفلان، معناها التجاره اني نشري شيء ونبيعه لهي نربح لي. هذا التجاره اذا تضخمت فان هناك مشكله في الاقتصاد. اذا تضخمت التجاره الاقتصاد تنقال رجال يعدل قيمه مضافه، مثلا يقبض الحوت ويقبضوا ويعلبوا ويعود يبيعوا معلب، هذه قيمه مضافه الى اخره. يقبض الحديد ويعود يعدل منه ادوات ويعود قيمه مضافه، ما يعود في المستوى الخام اللي نحن ما زلنا فيه.
ولكن إذا نرجع لصلب الموضوع، صلب الموضوع بسيط. أول شيء بعد جاء رؤية بكذا، ما كانت عندك خارطة طريق أنت لا تتيه، تين تعود ما عندك خارطة طريق اللي تعود مثلا في الصحراء ما أنك لا تستهدر. طيب نحن أول شيء اسمح لي في جزئية بسيطة ولا أريد أن أقطعك، عندما تقول لا توجد رؤية، يعني موريتانيا فيها حكومات منذ الاستقلال، هنالك متدايات للتعليم، هنالك وزارات وإدارات مركزية، هنالك تخطيط سنوي وفصلي و هذا كامل. قد تكون هذه اسمح لي فقط، قد تكون هذه الاستراتيجيات او الخطط محل نقاش او محل جدل، ولكن لا تقول لي لا توجد خطط ولا توجد استراتيجيات. لا توجد خطط تنطلق من المشاكل الحقيقية، هذا هو العين عليه. هنا خطط، لو كانت هذه الخطط تزيد ما نعود في الوضعية اللي نحن فيها درك. شو التعليم؟ طيب أين وجه الخلل في الخطة؟ وجه الخلل أن الخطة لا تنطلق من الحاجات الحقيقية. هاو الخطط، شو نقول لك نحن ياك تفهم القضية بشكل واضح، موريتانيا كانت تخطط لذاتها من نشأتها عام 1960 حتى تقريبا 85، من ساعة عادة تحت وصاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عاد سياسات الاقتصادية ترسم تحت الضغط، وليست نابعة من ذاتها، حاجياتها ومشاكلها، من مشاكلها. وهذا هو بين الإشكالية. نحن نظرك ما نعدل بسبب الخضوع للتمويلات، بسبب أنك بدون بسبب المديونية، وديك مشكلة أخرى المديونية يعني تعود يسار فيك الدين وتعود ينفرض عليك السياسات، وهذا هو الخارج لنا. ونحن المديونية زدنا حتى بشكل مفرط، مديونية تخلصنا منها عام 2007 يقال رجعنا نظرك 100% من الناتج، أكثر من 5 مليارات دولار. غير هذه الإشكالية ياك من الشعب. طيب. شو المشكلة الحقيقية؟ على أنك أنت اللي نعود همك أولاد البلد يشتغلوا، لابد لك من تكونهم تكوين منسجم مع حاجات البلد. إني نعود لا يتكون، أنا قلت لك الآداب. طيب اسمح لي أنت قلت تكوين منسجم مع حاجات البلد. نعم. شنو برأيك القطاعات الأكثر حيوية والتي ينبغي التركيز عليها في التخطيط والسياسة التنموية أول قطاع والتربوية خلال الفترة القادمة؟ أول قطاع يا الله يركز رجعت عليه، قطاع التنمية الحيوانية. التنمية الحيوانية اللي موريتانيا عندها فيها فايض في اللبن، فايض في اللحم، ومع ذلك تستوردها، ومع ذلك ما موجود بنك ولا تمويل ولا سياسات حقيقية لمتابعة هذا. ورياك الزراعة، نستورد الألبان والزبادي من المغرب، إيه، ورياك الزراعة، ورياك تجي الصيد، وطبعا قطاع المعادن مهم بيلي مضر للدخل. يقاردوك الدخل يا الله من اللي تعود عند السياسة معها والشركات الكبار في الغاز في البترول في جميع المعادن لتكوين إطار الموريتاني وللمرتنة. وأنا أتكلم عن شيء نعرفه، وهذا هناك خلل كبير في المرتنة وفي التكوين وفي 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 المفاوضات مع 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 شرائك شركات المعادن. سنغال هاي اللي احنا اكثر كانت اكثر استفادته في مجال التكوين من الموريتاني، بها عندها مفاوضين، احنا ما عندنا المفاوضين الكافي. وثانية خارج رواية كبار هي مهمة، أولادنا اللي ستكونوا حقيقة واللي أراهم موجودين في الخارج، ما عندنا السياسة لاستجلاب الكادر الموريتاني الموجود في الخارج، والذي لأن متأثرات البطالة المباشرة هي الهجرة إلى الخارج. هو قاعد له نقول لك أنا الأطار الموريتاني والمعنات المخ الموريتاني المكون حقيقة لتكوينه حقيقي راه موجود في السوق العالمي وليس موجود هنا، ولا قدينا نستوعبه. إذن هذا خلل في السياسة، ما خلل في السياسة، ما هذا راه ما هي رواية معيب. يقال أنت أول شيء أول شيء له تعدل حكومة أن تكون لها رؤية واستراتيجية نابعة من المشاكل الحقيقية والحاجات، وأن يكون لها سلم للأولويات، وأن يكون لها جدول زمني للأداء. شو اللي نتسول ضركاتية أي مسؤول في الحكومة، شنو هو الهدف للحكومة فيما يتعلق بالتشغيل من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية للسنة القادمة أو للسنتين القادمة أو لخب، لأن ما نكلي ترى جواب ما موجود. ما هو موجود على كل حال الحكومة الجديدة مثلاً. شو الحكومات الموريتانية إلى حد الآن هي قاعد حكومة جديدة وأعطينا مرحلة السماع. يا قارب بعد ياك تعدل شيء، لابد من تبدأ على الأقل من التصور ومن السياسات. أنا لا أرى لها استراتيجية مازالت نرجو أن يعود عنده في مجال التشغيل، ما فات عدلت لا في مجال مولي التعليم إصلاح التعليم، على الرغم من الوزارة قالها عاد تسمى وزارة إصلاح التعليم. اسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لنقاش هذا المشكلة المتعلق بموائمة مخرجات التعليم مع حاجة السوق. مشاهدين الكرام ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في هذا النقاش بشان الموائمه بين مخرجات التعليم وسوق العمل. معنا الدكتور الجامعي والباحث عبد الله واللوى. دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الاولويات التي ينبغي لاي حكومه، ينبغي للحكومه الحاليه مثلا بمعنى حكومه جديده، ان تركز عليها اذا ما ارادت ان تصلح قطاع التعليم بشكل عام وان توائم مخرجات هذا التعليم مع حاجات سوق العمل. أول شيء فيما يتعلق بالتعليم هو إصلاح التعليم الأساسي، وأنا أرى أن الوزارة أخذت اسم جديد وهو وزارة إصلاح التهذيب. إصلاح التهذيب، التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب. أعتقد أنه أول شيء الله يفهمه أن التعليم الأساسي ذو المهارات اللي الله يتعلم التلميذي في لا أنا متكلم عن التعليم الأساسي. معناها على أنه التلميذ اللي وراء 6 سنوات من التعليم الأساسي يلا يعود يعرف يقرأ ويكتب ويحسب. هذولك المهارات راهم مالك درك أغلبية التلاميذ اللي عندنا ما يعرفوا، ما يعرفوا يقرأوا جيدا ولا يعرفوا يحسبوا ولا يعرفوا، ولهم فينا احنا ياس من الدول. هذا على أساس تقارير. هذه الأهداف العامة عادة. إذن لا بد أن نصلح التعليم الأساسي، وإصلاح التعليم الأساسي يبدأ بإصلاح المعلم. المعلم معناها تكوينه ومعناها تحفيزه، وهذا منظومه كامله من الاجراءات يلا يعود البوتقه اللي مبني عليها جميع الميزانيات، وجميع هذا هو استيعاب التلميذ للبرنامج الاساسي. بلين ما يستوعب البرنامج الاساسي هو غير مهيئ في المراحل اللاحقه. اذا لين نحل هذه المشكله لا يعود عندنا تعليم جيد، وهذا يتوائم مع أهداف التنمية لـ 2030 اللي هي يعني الولوج جميع التلاميذ الموريتانيين للتعليم قاعدي جيد. من فماتها يا الله تعود عندنا السياسة نعرفوا حاجات اقتصادنا، يا الله نعرفوهم، يا الله لين يعودوا له نقروا في الجامعة، يا الله جميع القطاعات يقولوا حاجاتهم، يقول قطاع المعادن ندور مهندس في الغاز، دور مهندس في البترول، يقول قطاع الصيدلة ندور كذا، ندوروا هذا لابد من نعرفه، هذا ما يخلق ضرر. ضرر كان لانه كون واحد ومشد بترول بالحال اعتباطا، هذا ما هو خارج التلك، كان خارج قديما في السنوات الاولى للدوله، ولكن هذا ليس موجود الان. هاي قالوا التخطيط. الدوله تبتلع على التخطيط. ولا تحني لين تعود عند المشكله يلا يقولون صار غوفرنيسي بريفوار، معناها على انك الحكم الحكامه والله الحكومه هي التخطيط وان ترى الامور ان تداري الامور من بعيد. هذا هو الرؤية. هذا ما هو موجود في الواقع. موجود خطط مبنية على شيء مقبول من الممولين، وليست خطط نابعة من الإرادة الوطنية ومن الحاجات الموريتانية. طيب التي على الموريتانيين الممولين أيضا نحن بحاجة إلى الممولين في تنفيذ السياسات وفي تمويل المشاريع. لكن تفاوضوا معه يا غالي، لين نعودوا نحن عندنا بعد كان نعرفوا ذا اللي ندوروا وذا اللي ماشي مع حاجاتنا، سنفاوض الممولين يفهمونا يا غالي، نعود ما قدامهم حد لا يعبر عن حاجاته. المفاوض الموريتاني يلوذ للتمويل بدون يسوى التمويل ملبي حاجه، والله ما هو ملبي حاجه. هي المشكله، نحن لابد اننا نعرف حاجاتنا الحقيقيه اللي ماشيه مع وضعنا الاقتصادي ومع حاجه وسلم اولوياتنا. هذا اول شيء، بدون هي ما هي روايه ماديه، هي روايه في الرؤيه وفي السياسات وفي معرفه ماذا نريد. إلين نعرفوا تعود الحكومة عندها رؤية موحدة، تعود الحكومة كاملة كرجل واحد جيش من أجل إصلاح التعليم. بإصلاح التعليم طيب هو إصلاح كل شيء آخر. في نقطة مهمة جدا، نحن الآن أمام تراكمات معينة، أمام تقديرات تقول أنه قريب من 100,000 عاطل عن العمل، وفي المسابقات الماضية يعني ترشح لها تقريبا أكثر من 70,000 مترشح. هذا مؤشر قاع واضح؟ هذا مؤشر واضح يعني على من تتوفر فيهم الشروط، وبالتالي نحن أمام تراكمات معينة. أي حكومة الآن هي أمام إصلاح سياسات، ولكن أيضا أمام معضلة ينبغي أن تتعاطى معها. برأيك كيف يمكن أن تتعاطى الحكومة معها هذه الأعداد الهائلة؟ أول شيء أن تعترف بالواقع. أنت لين تداوي مرض، العاد فيك مثلا مرض عضال، لين تتشك تتخزي براسك تقول أنك لا عندك زكام، ما أنك لا تحل مشكلته. أول شيء الاعتراف بمستوى المرض، هذا بعد كاع يحل المشكله. اولا نعود نعرف شنو هما التراكمات، ذو التراكمات والمعضلات التراكمات الماضي نعرفهم على حقيقتهم، ايوه، ونستنتج برنامج استعجالي للتخفيف من هذا ما يمكنه، ومفاوضات مع
مع جميع الأطراف. شو التعليم لا يص... ما يجد يصلح ما هو مفاوضات وطنية شاملة، كل حد لا يضحي بالنسبة يقاري يعود يعرف ما عليه وما له. هذا هذا ما هو كلام من فراغ. ذو الدول اللي صلح فيهم التعليم كيف شيلي كيف فيتنام كيف فنلاند، ذم تجارب موجودة قدامنا كانوا عندهم نفس المشاكل. رواندا هذه، إثيوبيا هذه اللي مولاها وراي نوبل اليوم للسلام كانت فيها حرب أهلية وكان مشاكل لا تعد ولا تحصى. طيب صلحوا صلحوا التعليم جميع الدول جميع الدول. طيب كيف اصلحوا يعني ناخذ نموذج بعض هذه الدول الافريقيه مثلا. كيف اصلحوا التعليم؟ اولا بوفاق وطني حول خارطه الطريق للتعليم، وفاق وطني خارج السياسه، خارج السياسه معناها به التعليم للكل اللي اكيد الدم في الجسد. التعليم لين يخسر لا يخسر على الرئيس ويخسر على ادنى واحد في السلم الاجتماعي. اذا جميع الاطراف بما فيه هذول يبنوا الكلاسات اللي لا واحد شكنه ما عنده علاقة واحد إلا له يبني الكلاس، ذاك لا بد من يبني حسب المواصفات المطلوبة، وبما فيها المعلم وبما فيها السياسي وبما فيه جميع الأطراف يتوافق. طيب بعد التوافق على الرؤية، بعد التوافق يبدأ التنفيذ، ومع العلم بأن ما خارج إصلاح التعليم للطلبة قبل من 10 سنوات، ما خارج إصلاح تعليم يعطي أكله في أقل من 10 سنوات، معناها انه يحتاج تراكم وطول النفس. يحتاج طول النفس، ما هي روايه نقدر نقولوا سنه التعليم، هذا لا معنى له. هذا جميع الخبراء في العالم يعرفوا ان اي عمليه اصلاحيه للتعليم ما تقدر تجيب نتيجه اقل من 10 سنوات. خلينا نبدا الان بالخطوات الاولى الاطاريه التي ستوصلنا الى الهدف المنشود في افق 10 سنوات. هذا لا بد من التخطيط، انت روايه دورها في 10 سنوات، لا بد من تبدا تخطط لها الان بشكل قوي وبتوافق سياسي عابر لجميع الأطراف. هذا لا بد منه بالنسبة للتعليم وبالنسبة للتشغيل لنفس الشيء. طيب هنالك في الحديث عن مشكلة البطالة وفرع عن ما نتحدث عنه من أزمة البرامج والسياسات، هنالك من يقول إنه المشكلة يتعلق ب ذهنية الإنسان الموريتاني وأنه لا يريد العمل سوى في العمل في المكاتب، وبالتالي ستكون الوطن. هل الإنسان الموريتاني قبل 50 سنة و60 سنة كان قاعد هون في التلفزة يركضها وكانوا عنده الوتات وذو طليان وكان يحرك الطياير؟ الذهنية تتغير، وهذه هي العملية التربوية. صلب العملية التربوية هو تغيير الذهنية والعقلية، ولذا يتطلب تراكمات في السن. أنت قبضي الشيطر وتربيه هون وتتوخل منه عالم وهو كان ساكن في البوادي. قضية الذهنية هي إشكالية ومعضلة. لا ليس طيب، ولكن دكتور رحمن ليست ثابت. الذهنية تتغير ويغيرها التعليم، ولكن ليس بوصفة سحرية. لا ليس بوصفة، احنا ما قلنا لك اقل 10 سنوات بتجيب. لا توجد وصفة سحرية. يقال لا توجد، ولكن في هذه العشر سنوات هذه انا احتاج الى ان احل مشكلة. انا لدي عشرات الالاف من العاطل، يعني لدي مخرجات تعليم. لكن ما قلت لك يعني شو التراكمات، قلت جاوبت عليه، قلت لك يعني التراكمات يعدد مرقاج رواية استعجالية ما امكنه. لا بد وانا من يعترف بالمشكلة، يشخصها كما هي، يسوى مهما كانت عضالة، ما يشرطها بصقابه ويقولنا ما هي خارجة كيلو عدة في الماضي. مثلاً نعطيك هذه الجيوش اللي تكونوا باللغة العربية وهي ليست اللغة الرسمية، هذا يعترف به في الماضي، في الماضي يرى وبدأت تتطور. يغير مزارة الفرنسية هي لغة الشغلة، تقبض واحدين وتقريهم بالعربية وهذه هي اللغة اللي اعتزوا بها ولغة الدستورية ويضا نعدلوه. يغير ما ترى لهم مواطن الشغل وثلاث شاك انك لا يتراه لهم، معناه انك لا بد من تعدل مواطن شغل معربه معناه انك انت المشكله حل تضخمت. معناه لا بد من رؤيه متكامله شامله جميع اوجه المشكله. طيب كان الحل اللي يدخلك. طيب ما يتعلق بدور القطاع الخاص في مكافحه البطاله وفي امتصاصها، برايك هل هنالك تناغم ما بين القطاعين العام والخاص؟ لا يوجد تناغم. شوف القطاع الخاص، أولا ليس لدينا قطاع خاص بالمفهوم الحقيقي. القطاع الخاص أي رجال أعمال خلوقين، معناها خلوقين ما معناها الأخلاق، معناها قادرين على أنهم يجيبوا شيء جديد. نحن عندنا تجار وأغلبيتهم
ثرواتهم معدنة في ظل حكم معين وبالمحاباة، هذا هو الحقيقة. يا الله نعودوا أول شيء نتعلموه أن نقول الحق به اللي إن لم تصدق في الاستشارة وفي التشخيص فأنت كاذب، وإذا كنت كاذبا فسياستك ستجعل منك كذاب. أول شيء يلا نقول الحقيقة، نحن ما عندنا قطاع خاص به اللي القطاع رأي ذي مشكلة أخرى قلت تناقش بحيتان. المهم أنه القطاع اللي عندنا ما يعدل شيء في مجال التشريع. بيلي قاعد مو مبتدئين تقول إنه تكوين جيل واحد يقول له ما يعرف، يعرف إلا التجارة والربح السريع والأمور المباشرة، وهذا ما هو الاقتصاد. وخصوصاً مادة جايها غاز وجايها بطر يعني إلى مذاك لا يؤدي الغاز وبطر لا يقبضوش من انتصاره ويتم ويقونه 1% بيلي توها عرضنا ويوفد. طيب بالحديث عن الغاز وعن الثروات الطبيعية، كيف يمكن استشراف هذا الموضوع ونحن ما زال لدينا وقت تقريبا سنتين قبل بدء في تصدير الغاز بشكل مباشر؟ هذا عندي فكرة فقط واحدة أساسية عندي، هي علنا اللي قالوا ما هي مردودية الصناعات الاستخراجية بما فيها الغاز والبترول والمعادن الأخرين على الاقتصاد المحلي. هذا قالوا بالإنجليزية local content، ورواية كبيرة به اللي أي صناعة استخراجية عندها مردود على السياحة، عندها مردود على النقل، عندها مردود على التكوين. هذه سياسة أبدالهم سياسة ينقالها سياسة المردود المحلي للهذا. هاي ما هي عندنا، ما هي عندنا. أنا متخمم كنت العام أني نعدل لقاء بين جميع الفاعلين اللي تعود عندنا سياسة في مجال local content بالإنجليزية اللي هو الصداء الأثر الاقتصادي المحلي لهذا الاقتصاد. هذا لا بدلها من السياسة ولا بدلها سياسة فيها تحفيزات وفيها يوسر مشي ومعدلين هذه الدول اللي حدانا ونحن ما عندنا. معناها أن أكبر مشكلة عندنا هي غياب الرؤية. طيب. وغياب التخطيط والتنفيذ، التنفيذ المزم اللي أجال كيت مهن الحكومة يلا تقول نحن في سنة ملتزمين، في سنة ملتزمين، في سنتين ملتزمين، في 5 سنوات ان نعدلوا كذا وكذا وتحاسب على هذا. هذا هو اللي عدلوا الدول اللي ناجحه. طيب ملتزمين في الزمان وفي الكم وفي الكيف وفي اعمالهم، اللي هو اللي يقدروا يحاسبوا الى ما قالوا لا نعدلوا كذا ولا نصلحوا التعليم. هذا ما هكذا تورد الابل ويسع. تورد الابل ويسع. دكتور في دقيقه قبل انتهاء الوقت، ونحن وما نتحدث عنهم مشاكل هو فرع عن مشكلة التعليم ككل، برأيك كيف يمكن إصلاح التعليم في دقيقة؟ شو في دقيقة إصلاح التعليم؟ أول شيء يبدأ فيه نشر الغسيل الوسخ، طرح المشكلة، تشخيص، شرح مرح أكل طيب. لا بد من ننشر المشكلة على حقيقتها. ربما هذه المرحلة الناس متفق عليه، ناس متفق عليه، حتى الحكومة السابقة تقول نحن نعلم أن بس هذا ما هو لا يكفي. هذا كلام. شو هذه الطاولة اللي هنا قاعد عليها الوزير والرئيس والوالي والمعلم وجميع الفاعلين في التعليم يتوافقوا على خارطة الطريق ويتوافقوا على كلهم ذي اللي لا يربح منها وذي اللي لا يخسر. طيب هذا ما هو موجود، هذا وعدل في شيلي هذه وعدل في ياسم من الدول. نحن حدث ولا حرج، احنا عندنا تجارب اطم من موريتانيا في فساد التعليم وكيف اصلح، وعدل في ماليزيا هذه اللي تركتها معجزه كانت اطم من موريتانيا في 50 سنه. الدكتور عبد الله جميع البلاد وعدل فيه اللي صلحت. الدكتور عبد الله يلواه الباحث والاكاديمي والاستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لك على المشاركه بالحلقه وعلى هذه المعلومات القيمه التي شرحت لنا بشان هذا الاشكال. مشاهدينا الكرام انقل اليكم تحيات فريق البرنامج والى حلقه قادمه من المشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.